بقير على التنفيذ في مثل هذه الكرات، ينفذ يوزع المرة هذه بقير، كرة من طاهر ياسين الخليسي، وهدف أول للترجي، هدف أول للترجي من المدافع شمس الدين الزوادي، يفتتح باب التسجيل. الكرة الثابتة في الترجي خطيرة وكرة ثابتة أولى في المباراة، ثلاثة دقائق لعب تأتي بالهدف الافتتاحي للترجي بعد تنفيذ كرة من سعد بقير، التمهيد يكون من فخر الدين بن يوسف بالراس من طه ياسين الخنيسي لشمس الدين الزوادي، وافتتاح باب التسجيل. كرة لمسة اثنين ثلاثة، كرة في الشبكة ودفاع النادي الصفاقسي في المحور يتفرج دون متابعة، استناه فخر الدين بن يوسف والخنيسي وشمس